هذه ضمن هذا اللقاء حول الأمن والسيادة الغذائية، السيادة الغذائية، لأنه يعني هذه إشكالية ولات تطرح بالخصوص من بعد كوفيد، ولينا ندوي على السيادة الطاقية والسيادة الدوائية. اليوم تطرح السيادة والأمن الغذائي، ولا لاحظتوا بأنه في هاد العامين الأخيرة في واحد جوج ديال الخطابات ملكية الملك دار واحد الفوكس على هاد الكلمة وطلب من الحكومة، قال لهم خصكم توجدوا واحد مخطط عمل باش يكونوا عندنا مخزون استراتيجي ديال القمح، خدوا استراتيجي ديال ولا الاكتفاء الذاتي في الحليب. فبالتالي احنا على ضوء هذا الشيء كله، هذا يعني التطورات الاخيره والجفاف والاجهاد المائي وهذا، قلنا علاش ما ننظموش واحد اللقاء ونجيبوا الفاعلين، نجيبوا الدوله كدوله اللي عندها سياسه، ونجيبوا الفاعلين اليوم الفلاحه، عندك الغرف الفلاحيه كانوا معنا هذه الليله، الفيدراليات الغرف الفلاحيه كانت معنا، الكونفدراليه ديال الفلاحه لا كومادير، كانوا معنا الناس ديال اللحوم البيضاء، كانوا معنا الناس، يعني جبنا يعني الا بغيتوا جميع المتدخلين في هذه السلاسل وفي هذا القطاع، وقلنا لهم يتحدثوا لنا ويعطيونا المنظور ديالهم. وبالفعل هو يعني ساعتين ما كافياش، لانه الحديث طويل وال يعني الاشكاليه عميقه، ولكن هذه بدايه، يمكن غادي ان شاء الله نعاودوا. احنا اللي حاولنا نعطيو بدل الناس اللي كانوا حاضرين معنا هذه الليله غير ديك يعني المفاتيح الاولى والخطوط العريضه على ما نرجعوا ان شاء الله بيتيت من دابا شهرين ثلاث شهور بحلقات يعني اكثر بهذا، باش ندويو نديرو دي زوم دي فوكس على بعض المواضيع عندها بلوس دو ديتاي. فوالا الاولويات باش نحقق السيادة الغذائية في المغرب. عندك قل اللي كناكدوا عليها بعدا في كاك مواضيع، عندنا السيادة الغذائية في جميع المنتوجات ما يمكنلاش تكون، كاين منتوجات اللي ركزنا عليها واللي خصنا نوصلوا لها السياده الغذائيه ديالها، ولا بد لان محتاجينها ويمكننا نوصلوا. كاين منتوجات ما يمكنناش نوصلوها، راه ما يمكنش واخا اللي بغى يكون. ثانيا ما يمكنناش نوصلوا شي سياده غذائيه، خص يكون عندك الامكانيات باش توصلها. ما يقطعوا عليك الماء راه ما يمكنش نوصلها. تقطع عليك الماء، حنا معطينا سنويا بالكونترا عندنا 4.5 مليار متر كيوب خصها تعطينا سنويا. العام اللي داز تعطينا 950 مليون، هذا العام تعطينا 650 مليون. 650 مليون راه بعيد على باش نوصلوا. ما كاينش الا ما كاينش الماء راه كيفاش تكون سيادة غذائية؟ ما يمكنش نكونوا الانتاج. هذا هما النقاط المهمة اللي خصو يكون عندنا. وثانيا نديروا السيادة الغذائية ونفكروا حتى في الفلاح حتى هو. لا بد الفلاح خصو يكون عنده واحد نضمنوا له واحد المدخول ديالو، الا ما وصلنا لواحد الوقت ما كانش عنده المدخول ديالو راه هذه المنظومة كلها يمكن لها تهبط. لان ماشي سهل الفلاح راه كيمشي في واحد المستوى مزير بزاف، راه ماشي سهل، وفواحد كيمر بواحد الظروف جد صعبة، خصنا نساعدوه. وهاد الالتفات الملكية ديال 10 مليار ديال الدرهم تعاون بزاف، غادي تعاوننا باش ندوزوا شويه هذه المرحله، ولكن مازال خص المساعده.